السلام عليكم بنات، يا رب تكونوا بخير وعلى خير ويطلع لكم هذا الفيديو هذا بصحة جيدة. اليوم جيت نحضر معكم طاجين ديال الحوت، كيجي لذيذ. غنحتاج ليه نصف كيلو ديال الفرخ، وحبة كبيرة من الفلفل، وحبة جزر، وجوج حبات بطاطس، قليل من الزيتون الأحمر، وثلاث فصوص ثوم، ملعقة كبيرة من الطماطم المركزة، وقليل من القزبر المدنوس، جوج معالق ديال العطرية ديال الحوت، وملعقة صغيرة ديال الملح. هنا غنضيف القزبر المعدنوس ديالي، غنضيف عليه الثوم، وهنايا غنضيف عليه نصف كأس ديال الماء باش نخلص هاد الشرمولة هادي كاملة. وهنايا غناخد الحوت باش ندير ليه شرمولة مزيان. وهنايا من بعد ما درت الحوت ديالي كامل شرمولة، غادي ندوز نحضر الطاجين. هنا ضفت الفلفلة دواور هي الاولى، وغندير عليه الجزر ديالي، غنستو بهذه الطريقة هادي. وهنايا ناخذ الحوت ديالي غنحطو بعد ما خليتو 15 دقيقة في هاد الشرمولة هادي. وهنا ناخذ الطماطم المركزة نضيف على الشرمولة اللي بقات ليا. وهنايا غنضيف النص اللي بقى ليا ديال الماء على هاد الشرمولة هادي، وغادي نضيف النص ديالها على هاد الحوت هذا، والنص غنخليه هو الاخر. وفي الاخير غنضيف البطاطس ديالنا على هاد الشكل. غنضيف عليه جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون. هنايا من بعد ما ضفت زيت الزيتون غنزيد عليه قليل من الزيتون الاحمر، وغادي نطيبو فوق المجمر. انا هاد الطاجين هذا غادي نديرو طيب فوق المجمر. وانا دابا درت الطاجين ديالي كيطيب فوق المجمر. وها
هذا هو الشكل النهائي ديال الطاجين، نتمنى يعجبكم، وإلا عجبكم خليو لي لايك كومنتير وديروا لي اشتراك وتفعيل الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد.